ربنا يعديها، يعني عدها على خير، وان شاء الله تكون السنه الجايه احلى بكتير من اللي احنا فيه، ونشوف ظروف احلى من اللي احنا فيها، ونعرف نعيش في البلد. شايفه ايه الظروف اللي كانت وحشه؟ يعني الاحداث والشباب اللي ماتت، اللي احنا ما لهمش ذنب ان هم يموتوا، والناس الناس اللي هي نفسها تعيش ومش عارفه. شايفه ازاي هم ممكن يعيشوا في بلد زي مصر؟ يعني على الاقل يكونوا يعرفوا يتعلموا كويس، ياكلوا كويس، دي ابسط حقوقهم. شايفه ان الدستور الجديد ممكن يدخل لهم الحقوق دي؟ ممكن. تتمني ايه في 2014؟ اتمنى تبقى سنه سعيده علينا كلنا، وكل واحد محاش امنيه في امنيه 2013 يحقق في 2014. انت بتتمني ايه شخصيا في 2014؟ شخصيا حل بلد عدل وخش كليه هندسه. ميرسي قوي.